ودي والله العظيم شهيد سفاقس مع النوادي تفرد واحدة شديدة قوي برا باول عريض جاكم لسفاقس الشر الدالي وقل لكم مش يعمل لكم مشاريع ايه كما عدو نقبله في الاخر ما عمل حد شيء. الو اصعب الفهم شو انت قبض نص ساعه لا حاجت بيك في مساله الشخصيه مختراصل ايش هي الحكايه تقولي في التليفون لا قلت ليك نتقابلوا نتبادلوا الطرطاف في الحديث لا لا ما نجمش انا حتى الكلمه بعتها كنا نقول لك مساله الشخصيه مخترة وانت تقول لي كربه وبعتها تيجي دخلني فيها النار كربه اصعب الفهم فهمني يا ولدي ولا تمشي 5 كيلومتر في الساعه الكريه بكثرة والعباد ماشي تقف في ضوء ولا تحترم مولوية وكان وصلت لباس والله لا تلقى وين تراكي وي اخوي اعطينا هاك الباركينج اي اصاحبي ما عنديش صرفات كنت جي خارج تو خلصت نصرف لك خويا انا صرف ولا سكريبتك وبنروح خويا تعملوك مسح الكلب بقى تيبان نشفوه خزوه لك عروسه لا يا صاحبي انا بتخسر اللي تلاقي الكلب ما يسالش تخلقش روحك اي شنو مش تكلف علقنا انت شنو الكلب اللي دقها والله زيد تل مبوجي مبوجي الناف باب الجبلي كان عاجبك يا اخي وسنو برخي باب الجبلي يا ودادو في نمرو 5 تحبي نص ساعه باش نوصل لك وانا نبدا نسوق واحد يشق عليك بموتور راكبين فوق 6 زوز فوق الفولون واللي يسوق وزوز وراه وواحد يكركرو فيه التاني هيك علاش قلت تنبيع كلب وندور كيران وتاكسيات قبل اللي خير وارخص واش بحسيدك والله الضيف فكره الليكس لاكس يا ولدي يظهر لك كانك على الكيران ما عندك وين تستناهم كان الشمس على قنبيعه راسك وكان مطر ما عندك وين تكمل ويجيوك بعد ساعه وساعتين والشوفير يبدا مستعجل والعباد تبدا دزني وندزك في وسط الكار والكونفوير يبدا عيط ويسب في العباد الكل والعباد الكل مستعجله حاصيل وما نكملش نحكي لك على التفاصيل وبرا انت مش قلت لي فما التاكسيات لا وهر الحق يا ودي غمد وصل التاكسي يعمل هيك صبعه في عينك قلم ده يا ودي تخليها يمشي على الاقل قليله ما فهمتش انا اصلا يا سحكي يا ولدي باول عريض وعدكم بمترو باش ينقص على التاكسيات والكيران ايه حيك راسي استناني ونجيك يا ولدي تركب في التاكسي وتتسكر البيبان اشطر تسكير يبدا عاد اكل بومزيوت والبافلويت ورا راسك هو كور ركب في بسكلة او دار على اليمين او كسر على اليسار او شد فرات كوش مصرف مش تخرج من حلقك والعينين تلعب والفم يسب في الزوق الكل قول يا ولدي واقف جهاز السائق المثالي قول مايكل شوماخر عمال يا ولدي تاني نقول لك ورحمه باباي باللواج نتاعي ما نفوتش المية سيب الليلة وعليك تلقاك من 200 ما تطيحش ودي مسكين وبرا اللي ركب معاك والله زيد اللي مبوجي مبوجي وكملت بوجي تلاقي مخي على الصباح النافع بالجبلي ايش على صديق افهم والله شيح طريق يا ودي خذني شو تحب من الاخر والله انا حبيت نستشيرك نروح في التاكسي ولا نروح في كار